السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا المراجعة والاختبار بدروس من الدرس 31 إلى الدرس 40 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. سوف نراجع 10 كلمات ثم نختبركم بها في 10 أسئلة بسيطة خلال 10 دقائق. استعدوا من الآن. كما قلنا، مراجعة وحفظ 10 كلمات جديدة. سوف نحاول حفظ 95% من الكلمات، لذا ركز معي جيدا الآن. الكلمة الأولى هي كلمة agree، تأتي بمعنى يوافق، يوافق على أو تطابق أو توصل أو انسجم مع. agree. نأخذ مثال على كلمة agree. I agree that consumers are always right. معناها وافق على أن المستهلكين على حق دائما. I agree that consumers are always right. كررها بصوت مرتفع معي 5 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. I agree that consumers are always right. كلمة ثانية ahead، وتأتي بمعنى قدما، أمام، في المقدمة، في الطليعة. ahead. خلينا نأخذ جملة لمعرفة كيفية استخدام كلمة ahead. He had to give his attention to the road ahead. He had to give his attention to the road ahead. معناها كان عليه أن يعطي انتباهه للطريق إلى الأمام. He had to give، كان عليه أن يعطي، his attention، انتباه، attention، his attention، انتباهه، to the road، إلى الطريق، إلى الشارع، ahead، إلى الأمام. الكلمة اللي بعدها هي كلمة allow. سمح لي، منح أو خصص، أجاز، أدخل أو سلم أو اعترف. مجموعة من المعاني، راح نأخذ مثال على واحدة من هذه المعاني. كلمة allow. He stopped for a moment to allow his eyes to adjust. He stopped for a moment. توقف للحظة. To allow his eyes. للسماح لعينيه. To allow his eyes. للسماح لعينيه. To adjust. لكي تتأقلم. He stopped for a moment to allow his eyes to adjust. كلمة اللي بعدها كلمة almost. Almost. وتأتي بمعنى تقريبا، حوالي، على ما أعتقد. The place was almost empty. The place was almost empty. كان المكان فارغا تقريبا. The place was almost empty. ملاحظة هنا، إذا كنت تريد معرفة المزيد عن هذه الكلمات وأمثلة عليها، بإمكانك مراجعة هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، حيث نشرح فيه جميع الكلمات بالتفصيل ونعطي عليها أكثر من مثال، ثم نأخذ أهم المرادفات لكل كلمة من هذه الكلمات. لذا أنصحكم بمتابعة هذا الفيديو. سوف أضع لكم الرابط الآن أعلى هذه الشاشة، وموجود أيضا الرابط في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو. بإمكانك مراجعة هذه الدروس عند نهاية هذه الحلقة. فلنستمر الآن. كلمة alone وبمعنى منفرد، وحيد، فرد أو فريد. مثال على كلمة alone. It was the work of a single individual working alone and in secret. It was the work of a single individual working alone and in secret. لقد كان عمل فرد واحد. It was the work of a single individual. لقد كان عمل فرد واحد. يعمل بمفرده. Working alone. يعمل بمفرده. And in secret. وفي السر. كلمة بعدها كلمة already. ممتاز. تأتي بمعنى سابقا، قد، قبل الآن، في ذلك الحين. خلينا نأخذ مثال حتى نعرف كيف نستخدم كلمة already.
As you may already know, كما أنت تعلم مسبقا. As you may already know. كلمة بعدها كلمة also, also بمعنى أيضا أو كذلك. والمثال عليها He have three and they also have three. معناها واضح هنا في الجملة. لدينا ثلاثة ولديهم ثلاثة أيضا. We have three and they also have three. كلمة بعدها كلمة always, always, always بمعنى دائما أو أبدا. Always, always. مثال عليها I always put them first. I always put them first. بمعنى أنا دائما أضعهم أولا. I always put them first. أنا دائما أضعهم أولا. I always put them first. الكلمة اللي بعدها among, among, among بمعنى بين, من بين, فيما بين أو في وسط. مثال عليها I count him, I count him among my friends. أنا أحسبه أعده بين أصدقائي. I count him among my friends, my friends. I count him among my friends. ممتاز. خلينا نأخذ الكلمة الأخيرة في هذه الحلقة في المراجعة ومن ثم نبدأ بالاختبار. Analysis, analysis, analysis. كلمة مهمة جدا. حاول أن تحفظها لأنها مهمة فعلا. Analysis, analysis. تحليل, إعراب أو فحص. تحليل. Analysis, analysis. المثال عليها. An analysis of a popular culture. An analysis of a popular culture. وبمعنى تحليل الثقافة الشائع. Popular شائع. Culture ثقافة. An analysis of popular culture. ممتاز. خلينا الآن نبدأ بالاختبار لهذه العشر الأسئلة البسيطة جدا. حاول أن تركز معي جيدا. وإذا لم تستطع الإجابة عليها ارجع راجع هذه الحلقة بالتفصيل واحفظ جميع العبارات ومن ثم اجري الاختبار للتأكد من أنك استفدت فعلا وحصلت على حفظ حوالي 95% من هذه المعلومات في اللغة الإنجليزية لترتقي إلى مرحلة أعلى. السؤال الأول يقول I count him among my friends. ترجم هذه الجملة للغة العربية. ماذا تعني هذه الجملة باللغة العربية؟ I count him among my friends. وأنصحك أن تكتب الإجابات في التعليق أسفل هذا الفيديو. I count him among my friends. اكتب سؤال واحد والإجابة باللغة العربية. ما معنى هذه الجملة؟ I count him among my friends. خلينا نأخذ السؤال الثاني. ترجم هذه الجملة للإنجليزي باستخدام كلمة always. Always. أنا دائما أضعهم أولا. أنا دائما أضعهم أولا. يعني اكتب معنى هذه الجملة. أنا دائما أضعهم أولا واستخدم كلمة always. استخدم كلمة always وترجم هذه الجملة. أنا دائما أضعهم أولا. كلمة always طبعا دائما معناها دائما. أنا دائما أضعهم أولا. اكتب لي هذه الجملة باللغة الإنجليزية. خلينا نروح للسؤال الثالث. Also, also, also. المطلوب منك هو أن تكتب معنى هذه الجملة وتستخدمها في جملة. عفوا معنى هذه الكلمة كلمة also. ما معنى كلمة also؟ واستخدمها ضعها في جملة أيضا. السؤال الرابع كيف تلفظ هذه الجملة؟ اقرأ أنت هذه الجملة الآن. نعم هذه الكلمة. الكلمة اللي بعدها إذا قرأتها بالطريقة التالية فأنت قرأتها بالطريقة الصحيحة. وإذا لم تقرأها بالطريقة التالية حاول تكرارها 10 مرات حتى تحفظها بشكل جيد. The place was almost empty. The place was almost empty. كان المكان فارغا تقريبا. The place was almost empty. ممتاز. احفظها الآن. الكلمة اللي بعدها agree. agree. المطلوب منك هو أن تكتب معنى كلمة agree وتستخدمها في جملة. ضع كلمة agree في جملة واكتب معناها. السؤال السادس ترجم هذه الجملة
اللغة الإنجليزية باستخدام كلمة ahead. يعني ما معنى هذه الجملة؟ كان عليه أن يعطي انتباهه للطريق إلى الأمام. ترجم هذه الجملة واستخدم فيها كلمة ahead التي تعني إلى الأمام. إلى الأمام. السؤال اللي بعده. alone alone. اكتب معنى هذه الكلمة. كلمة alone. ما معنى كلمة alone؟ وضعها في جملة باللغة الإنجليزية. السؤال الثامن. ترجم هذه الجملة للغة العربية. سوف أقرأها عليك. عليك أن تترجمها إلى اللغة العربية. He had to give his attention to the road ahead. He had to give his attention to the road ahead. ممتاز. ترجم هذه الجملة للغة العربية أيضا. As you may already know. ما معنى هذه الجملة باللغة العربية؟ ما المقصود بجملة as you may already know؟ أما السؤال الأخير، سؤال بسيط جدا مع كلمة جديدة، هي كلمة allow. allow مرت علينا سابقا. allow المطلوب منك هو أن تكتب معنى هذه الكلمة فقط. كلمة allow، ما معنى كلمة allow؟ اكتب لي واحدة من معاني كلمة allow إجابة للسؤال العاشر. شكرا لكم على المتابعة، وأهلا وسهلا في دروس قادمة إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب لهذا الفيديو وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم، فإننا نضع الكثير من الجهد والوقت في نشر هذه المعلومات للجميع. شاركونا، هذا الهدف هو نشر العلم للجميع، وشاركوا هذا الفيديو لجميع أصدقائكم في أكثر وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم، وإلى اللقاء قريبا في دروس جديدة. إلى اللقاء.